الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الدرس الذي بين أيدينا اليوم وضعنا له عنوانا سميناه قصة ملتزم. قصة ملتزم لأن الدرس اللي نتكلم عنه النهاردة هو بيحكي عن كل واحد فينا، بس من خلال قصة هي نموذج عملي. لو كل واحد فينا فكر في حاله، فكر في حاله مع الله سبحانه وتعالى، سواء اللي سلك طريق الهداية أو اللي لسه بيفكر أو المتردد، هاجل نفسه مش هيخرج عن القصص التي سنتكلم فيها. كان خلوني أبدأ الدرس ده بداية مختلفة. سأبدأ لكم بكلام الأئمة عن الإمام عبد الله بن المبارك. ليه؟ هتفهموا. بس أنا الأول عايز أديكم ماذا قال الأئمة الأعلام عن الإمام الجبل العلم العبد الزاهد الورع إمام الفقه والحديث عبد الله بن المبارك. قالوا عنه: جلس جماعة من الصالحين، قالوا: تعالوا نعد خصال الخير في عبد الله بن المبارك. فقالوا: جمع العلم والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والزهد والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف مع أصحابه. لمرة كده حبوا يقولوا يعني عبد الله بن المبارك ما فيه من الخير. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما رأيت أحدا مثل عبد الله بن المبارك. وقال يحيى بن سعيد القطان، رد عليه يحيى بن سعيد القطان، قال: ولا سفيان ولا شعبة ولا سفيان الثوري ولا شعبة. فقال: ولا سفيان ولا شعبة. لقد كان عبد الله بن المبارك فقيها في علمه، حافظا، زاهدا، عابدا، غنيا، حجاجا، غزاء، نحويا، شاعرا، ما رأيت مثله قط. وقيل فيه: لم تكن خصلة من خصال الخير إلا وجمعت في عبد الله بن المبارك: الحياء والتكرم، حسن الخلق، حسن الصحبة، حسن مجالسة، الزهد، الورع، كان فيه كل شيء، كان فيه كل شيء. وقال الإمام النسائي: لا نعلم في عصر عبد الله بن المبارك أحد أجل من عبد الله بن المبارك، ولا أعلى منه قدرا، ولا أجمع لكل خصلة محمودة منه. وقال ابن حجر رحمه الله: كان عبد الله بن المبارك رجل ثقة، فقيه، عالم، جواد، مجاهد، جمعت فيه كل خصال الخير. ليه أنا ببدأ البداية ديت؟ عشان أقول لك إن هذا الرجل عبد الله بن المبارك اللي أنت سمعت عنه دلوقتي ده، في يوم من الأيام كان عازف عود، كان عازف عود، هي دي كانت هوايته، ودي كانت كل حاجة، يعني دي الحاجة اللي كانت شغلاه، كان بيعزف عود بس. كان راجل غني، عبد الله بن مبارك راجل غني، وتربى يعني على الترف، وكان يعني على السعة، فكان زي شباب زمانه، يعني الحاجات دي خلته يصاحب ناس وبتاع، وتعود بقى ايه، دخل في سكة الغنى، ودخل في سكة المعازف، وبدأ يعزف عود. وكان عبد الله بن مبارك عازف رائع، إذا عزف اجتمع عليه الناس، وكان ليه صحاب بقى كلهم نفس ليه؟ نفس الشلة كده، وكان يعرف مغنيين كتير، وكان ليه شأن، وكان مسمع، وكان مشهور عبد الله بن مبارك بالعزف على العود. حتى كان اللي يحب يغني يروح لعبد الله بن المبارك عشان يعني يسمع صوته بتاعه. عبد الله بن مبارك بيحكي كيف بدأ أمره، وزي تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فبيقول: في ليلة من ليالينا، الليلة دي بدأت، ما بدأتش بالليل، بدأت الصبح، قال: جلسنا في الصباح في بستان كثير الفواكه وفي يوم طيب. بيقول: فأكلنا وشربنا وتنعمنا ولعبنا حتى اقترب الليل، فنمنا ونمنا غالب الليل. قال: واستيقظنا بعد الأكل والشرب والضحك لنسمر ونغني ونطرب كعادة أهل الغفلة،
يأكل ويشرب في الصبح وينام عن الصلوات ويصحى بقى بالليل متأخر بعد 12 تبتدي بقى سهرته. سهرته دي فين؟ في قيام ليل، في ورد قرآن، في طلب علم؟ لا لا مش بتاع كده. هو يصحى بالليل عشان الليل ده هو ده مأوى الشياطين. ينزل بقى يقعد على قهوة، يروح سينما، يكلم واحدة بالليل، يصحى بالليل في الظلمة علشان أهله نايمين، يتفرج على الفيلم الإباحي، يعمل عادة سرية، يقعد بقى ينكف في ده، يفتح الواتساب، يكلم بنات. هو الليل بيحلى كده، وهو الليل ده ليل العشاء زي ما بيقولوا. لكن هو ما يعرفش عن الليل القيام والتهجد، ما يعرفش ان الوقت اللي هو بيعصي فيه ربنا ده الله جل في علاه قد نزل الى السماء الدنيا. وهو يقول في الوقت ده هل من تائب فاتوب عليه، ويقول هو يقول ها انا يا رب اعصيك في هذا الوقت. هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه؟ وهو يبارز الله بالمعاصي في ذلك الوقت. فاذا اذن الفجر رايتهم يهرعون الى النوم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كأنك جريت عليه أسد. أول ما أذن الفجر تلاقيهم كلهم استخبوا في الجحور، كله ينام، استحملش يسمع الأذان، ويمكن قبل الأذان كمان بيحب يخش ينام عشان ضميره ما يأنبوش، ويقول يسمي نفسه أصلا نمت قبل الإيه؟ قبل الأذان. صحي بقى عبد الله بن المبارك والشلة دي بعد ما كلوا وتقلوا وناموا، صحوا بآخر الليل قعدوا يطربوا بقى، وعبد الله بن المبارك يضرب بالعود، والناس واحد يغني وده يرقص وده يطبل وده يزمر، وكانت ليلة بقى من أسعد الليالي في ظن الايه الناس ديت. بينما عبد الله بن مبارك يجلس قاعد كده هو شغال، سمع قارئ يقرأ، قارئ يقرأ، سمع آية مش عارف الآية دي جات له منين، مش عارف جات له منين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فقام عبد الله بن المبارك وكسر العود بسرعة على طول، كسر العود، قال وطرد من كان عندهم من أصحابي، امشوا اطلعوا برا، وتركهم ومضى. وانشغل يومها عبد الله بن المبارك بطلب العلم حتى صار الإمام عبد الله بن المبارك. بس هي دي قصة توبة عبد الله المبارك، مش قصة صعبة، مش قاعد الناس تهري معاه وتهاتي معاه وحضر له 100 درس وكل الإخوة بيكلموه وعايز له 1000 داعية يلتف حواليه، لا قصة كلها كانت آية واحدة بس، وسمعها صدفة كده يعني، ما كانش رايح درس يقول مثلا رايح الدرس ده عشان اتوب، ما الناس اللي حواليه ما كانوش يعني جايين يكلموه، لا لا دي جات له كده، جات له من الله سبحانه وتعالى. سمع آية، قارئ يقرأ الآية ديت، وقعت في قلبه، خلص الموضوع. ايه الفرق بيننا وبين عبد الله بن المبارك واحنا سمعنا الآية دي في الصلاة دلوقتي؟ هو عبد الله بن المبارك سمع الآية فوجد الآية دي مست قلبه، فسارع باستثمار اللحظة ديت. دايما كل واحد فينا بتجيله لحظات كده، لحظة كده فاق فيها أنا لغاية إمتى هفضل كده، أنا إمتى هتوب. سمع آية في الصلاة، صام يوم في رمضان أثر فيه، اعتكاف، تهجد، عمرة، صاحبه مات، المهم حصل موقف في حياته هزه وخلى قلبه ده ينور جدا، وكان القلب الآن صالح لكل القرارات، كان هيستجيب إن هو خلاص كان كل الشياطين أزيحت بسبب الصدمة ديت أو بسبب الحادث اللي حصل له دوت. لكن هو فضل إيه؟ يسوف ويأجل، يقول بكرة، طب بعدين، طب أصل أنا عندي مشاكل، أصل ألتزم مرة واحدة كده أتوب مرة واحدة، ده أنا عندي حاجات ولازم أمور تخلص وأمور تتحل، لغاية ما النور طفى. النور ده جاله من فتحة فتحت في قلبه كده، دخل منها نور، كان ممكن هو يروح يوسع الفتحة ديت ويبقى دي انفراجة، بدل ما هي فتحة يبقى ايه باب كبير يطلع منه خالص بقى، بدل ما النور بيجيله هو يروح بنفسه المصدر النور وتبدأ ملتزم جديد يتكون. النور بدأ طلع له من طاقة كده، فتحة صغيرة في قلبه، الحدث ده حصل له آية زي ما قلت لكم. عبد الله مبارك خد الفتحة دي وراح شقها لغاية ما بقت طاقة كبيرة، وطلع منها
وخرج إلى النور وصار إماما في كل شيء. لكن إحنا بتجيلنا النور ده دايما إيه؟ يجيلك كتير كل يوم كل شهر أحيانا وأحيانا يجيلك الفتحة ديت، فأنت بتسوف ما بتاخدش القرار ساعتها، بتأجل، بتقعد العقبات اللي اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات تزن على دماغك، طب هلتزم ازاي، طب الدنيا، طب اصحابي هيقولوا عليا ايه، طب البنت، طب انا، طب اهلي، طب وضعي، طب لغايه ما تقعد انت يوم على يوم على يوم لغايه ما الفتحه دي دمرت. تاني الفتحه دي ما دمرتش على فكره، الشيطان اول ما الفتحه دي حصلت كان في اضعف لحظاته، لان انت كنت في اقوى لحظاتك وكان ممكن تنفذ، لكن انت اللي سوفت، فلما سوفت رجع تاني بهدوء، بس المرة دي مش هيرجع عادي، هيسد الفتحة ديت وهيبقى حريص ان الفتحة دي ما تحصل لكش تاني، وهيعرف هي جات لك منين، وهيبعدك المرة الجاية عن المؤثر دوت، انه عارف ان المؤثر ده بيجيب معاك وبيشق لك الظلام اللي هو عايز يعيشك فيه. فلو انت المرة دي ما استثمرتش اللحظة ديت الشيطان مش هيسيبك. اوعى تفتكر ان انت بتلتزم مع نفسك كده والدنيا جميله وما فيش حاجه، لا ده في شياطين، في جبال حواليك بتتحرك لما انت تفكر بس انك انت تلتزم. لو انت ما خدتش القرار في لحظه القوه امتى هتاخده؟ عبد الله بن المبارك خد القرار ونفذ. لذلك الانسان اللي بيسارع بيوصل، قال جل وعلا سارعوا الى مغفره، بادروا الى مغفره، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما كده بيحذرك من القفلة دي، ممكن تتقفل ما ترجعش. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ربنا جل شأنه تكلم عن ناس جالهم الهمة للتوبة فضيعوها فكتب عليهم الغفلة إلى الأبد. قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. خليك بقى، مش انت جالك الموضوع مرة؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يعني كذا مرة يتذكروا، كذا مرة يجي لهم حاجة تدفعهم لقرار، لأمل، حاجة تفوقه، هو مش عايز يفوق، عايز يفضل على وضعه كده. ده الفرق بيننا وبين عبد الله بن مبارك. لذلك أهل المعاصي والفجور يوم القيامة يتقال يا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي. عبد الله بن مبارك دعم قراره بدعائم. أول حاجة كسر العود فورا، عشان مجرد ما بيشوف العود دوت بيفكروا بالماضي وممكن يرجع تاني. دايما لما تسيب حبال كده بينك وبين الماضي عشان خايف تقطع على الاخر، انت اللي بتخسر، مش هو اللي هيجيلك، انت اللي هتروح له. ينفع اقطع مع البنت بس اسال عليها بس؟ طب ينفع في الكليه بس اسلم عليها؟ هي طيبه بس هسلم عليها بس، مش هنتكلم زي زمان. طب اكلمها في التليفون بس؟ طب اطمن عليها؟ طيب ينفع التزم بس ما اقطعش مع اصحابي؟ طب ينفع اقعد معاهم على القهوه بس مش هشرب حاجه؟ هقعد معاهم بس، اصل عشره عمر، اصل ناس كويسه، بس انا مش هشرب حاجه. ينفع اقعد في الكليه مع شله البنات والولاد بس مش هكلم بنات خالص، انا التزم بس انا مش هبقى زيهم. ينفع وهو قاعد يماطل في الايه؟ في الوصلات ديت، ويقعد صاحبنا يفضل يوصل بالماضي لغاية ما بعد الوقت وقت يعدي أحسن أحواله هيبقى شكل بس، لكن في الآخر هيعمل نفس الحياة اللي كان بيعملها قبل الإيه؟ قبل الالتزام. فلازم أنك أنت لما تلتزم تقطع حبال الماضي، أن الحبال دي مع الوقت بتقوى تاني وبعد كده هتشدك للوضع الطبيعي اللي أنت كنت فيه. فالحل أنك أنت خد قرار، افصل على طول معصية، اقطع كل سبيل ليها. كعب بن مالك في لما حصل النبي عليه الصلاة والسلام قطع معاه هو والصحابة وكده، في ملك من الشام، ملك من ملوك الروم من الغساسنة، بعت له جواب فقال إن نرى صاحبك قد جفاك وإن الله لم يجعلك في دار مهانة فالحق بنا نواسك، تعال لنا
الحق بينا، عايز يخليه عميل يستثمره، استغل فترة الضعف دي. قال عبد كعب، قال وهذا أيضا من البلاء، قال فتيممت التنور وسجرتها، يعني ولعت فيها. ليه ولع فيها؟ عشان ما يفكرش يبص لها تاني. ممكن لحظة ضعف مثلا الصحابة يكلموه مش عارف مش كويس ما يبصلوش، يروح راجع البيت يقول طب والله، طب والله لو رايح للراجل ايه للراجل دوت، يفتح الورقة المرة دي تحلى في عينيه. هي كانت وحشة أول مرة، بس المرة التانية حلوت، المرة التالتة خد قرار، المرة الرابعة راح. لكن لو ولع فيها من أول مرة خلاص مش هيفكر ان هو ايه يروح تاني ولا هتبص لها تاني. فلذلك انك تقطع حبائل الماضي ديت من الحاجات اللي تدعم التزامك. عبد الله بن مبارك عمل ايه تاني؟ قال فطردت الناس من مجلسي، قطع مع اصحابه المجلس دوت، ما ينفعش اكمل معاه. تقول لي طب اعمل ايه؟ اعيش من غير اصحاب؟ خد بالك، انا قلت لكم قبل كده عملت درس اسمه ايه؟ اسمه سلام يا صاحبي، فاكرينه؟ اتكلمنا فيه عن الصحبة السيئة دي وازاي تتعامل معاها. اخطر فترة الصحبة دي ممكن ترجع لها على فكرة، بس مش دلوقتي. يعني اخطر مرحلة هي اول فترة التزامك. اول فترة التزامك دي لازم تبعد عنه، لازم، لانك انت طري جدا. مشكلة الاخ لما يلتزم يلتزم تمام، ورب ده انه وعمل كل، يعني بقى شكله كده شيخ كده وخلاص، بس هو لسه ايه؟ ابيض، ما يعرفش حاجة في الدين، لسه أبيض، لا حافظ أحاديث ولا قرآن ولا عارف الشبهات ولا عارف الردود ولا عارف العقيدة. فهو يسخن فيقول لك إيه؟ هو عنده همة دعوية، يقول لك طب أنا إيه أدعو أصحابي بقى وأكلمهم وبتاع. فيجي هم طبعا عندهم شبهات ملاش نهاية يعني، وعندهم شهوات ملاش نهاية، هو صاحبنا لسه طري، فدخل بحماس وقعد معاهم وقعدوا بقى حطوا عليه كلهم بقى. وانت فاكر وانت كنت وانت عملت، انت هتعمل لنا دلوقتي شيخ، يا ابني الدين يسر، يا ابني مش عارف ايه، يا ابني الناس دي بيضحكوا عليك يا ابني، ويقعدوا هم يتكلبوا عليه، فصاحبنا هو اللي ينهار. ما تغترش باول التزامك دوت، حتى لو بقيت ملتحي ومش عارف ايه، انت ما زلت ضعيف، انت عامل زي البنيان اللي لسه هش، لسه الصبه دلوقتي، الصبه لسه لو ايه، لو طريه، لو عيل صغير شاطها برجليه هتقع مش كده؟ لكن لو سبناها تنشف شويه، اخبط بقى دماغك في الحيطة دي عمرها ما تتحرك. كذلك لما تبدأ التزامك لازم الأول تبعد تماما عن كل المؤثرات الخارجية وتنشغل بالحق بس تتعلم، احفظ قرآن، شد حيلك، اثبت كده وانشف. بعد ما تنشف أنا ممكن تاني ترجع لأصحابك، بس هترجع لهم بوجه تاني، مش ترجع تشاركهم في اللي بيعملوه، مش ترجع تقعد معهم على القهوة، انت هترجع توصلهم بس توصلهم لمصلحتهم هم. لو وجدت انك انت بتقع تاني ابعد تاني، انت بتجرب اوصلهم، شوف استجابوا استجابوش، انا اللي اتأثرت ولا هم، مين اللي بيتضر فينا، انا اللي بتضر ولا هم بينتفعوا، لقيت ان انت بتتضر وهم بينتفعوش ابعد تاني. لكن لازم في المرحلة الاولى تبعد، لان المرحلة دي كلهم هيتكلبوا عليك، كلهم، وكلهم هيطلعوا لك القطة الفطسانة في الالتزام، وكلهم هيفكروك بالماضي، وكل المعاصي اللي كانت مستخبية هتطلع لك. هتلاقي اللي ما كانش بيعزم عليك بالسجاير هيعزم عليك، والبنت اللي ما كانتش بتبص لك هتكلمك، وهتلاقي الـ 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 المعاصي بتتفتح لك كده. ليه؟ عشان ترجع تاني. ما انت لما كنت معانا مش مهم، لكن تبعد عننا لا. فلذلك المرحلة الأولانية ابعد، ابعد تماما، اقفل الباب، لا تفتحه، انك ان تفتحه ايه؟ تلجه. لو كان عبد الله بن المبارك بعد ما سمع الايه ديت وتاثر وجه يتوب، قال بس يعني الموسيقى يعني في كلام فيها بيقول لك، كان بقى حاجه؟ كانش بقى حاجه، كان فضل زي ما هو، شبهات بقى وفتاوى واديله، ما تضيعش وقتك. هو عبد الله بن المبارك الايه دي اتقرت عليه هو بيعمل ايه؟ هو بيعزف عود. ولو لو الموسيقى حلال كانت الآية دي جات له في الوقت ده ليه يعني؟ الموسيقى حرام، العزف ده حرام، تمام؟ عبد الله مبارك راجل من قبل ما يكون فقيه عارف إن الرسالة دي جاية له في الإيه؟ في الموسيقى بالذات. أول حاجة كسر الإيه؟ العود. ده لسه ما يعرفش حاجة في الدين، بفطرته عارف إن اللي بيعمله ده إيه؟ غلط. كذلك كل واحد مهما جادل في الموسيقى والأغاني والكلام ده، هو من جوه عارف إن في حاجة غلط، عارف الموسيقى دي أكيد غلط، انها بتصد عن سبيل الله دايما. ذلك ربنا قرنها دايما بالايه؟ بالصد عن سبيل الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقر. إيه الوقر ده؟ قال له منين؟ من أسباب كده سمع الموسيقى، لأن عبد الله بن مسعود قال عن لهو الحديث والله هو الغناء، وبعض السلف قالوا هو الموسيقى والغناء. فالراجل خد قرار، ضيعش وقتك، حاجة حرام سيبها، حاجة فيها شبهة سيبها، حاجة كل الناس بتقول لك حرام واحد بيقول لك حلال سيبها. انت مش في مرحلة ان انت لسه انت عايز تاخد قرار، سيبها وبعد كده اتعلم، ولو يا عم لو طلعت حلال رجع لها تاني، بس ما تجيش في اول مرحلة في التزامك عايز تلتزم وفي نفس الوقت عايز فتاوى تقول لك ان كل اللي كنت بتعمله حلال. طب انت هتلتزم ايه يعني؟ يعني انت التزمت بايه لما انت عايز تلتزم بس بيقولوا الموسيقى فيها كلام، بس بيقولوا السجاير مكروهة، بس بيقولوا الافلام يعني فن، بس بيقولوا هو الرأس حلاوة. طب ايه؟ طب انت التزمت بايه؟ انت هتسيب ايه؟ بيقول لك يعني الصلاة فيها كلام برضو، يعني هو مش ناوي يعمل اي حاجة. خد قرار، ما تضحكش على نفسك، انت دليل نفسك. لو عبد الله بن المبارك تعالى نفترض افتراضات، جه يلتزم اتكسف من اصحابه، قال طب التزم، طب يقولوا عليا ايه؟ ده انا البوب هنا، ده انا السيطره، ده انا اللي بعزف، ده هم بيقعدوا يتلموا حواليا كده بس يتفرجوا عليا، ده انا الزعيم بتاع الشله، وضعي انا التزم، ده الناس كلها بتعمل لي حساب. عبد الله بن المبارك ما فكرش في الحسابات دي خالص، ما كانش يعرف ان هو بكره هيبقى الراجل دوت اللي احنا نجيب سيرته الى اليوم. عبد الله بن المبارك ما لما لو كان فكر في الشهره وقال طبعا دلوقتي مشهور والناس بتسمع مني وبتسمع عني، اسيب كل ده واروح استخبى في مسجد ولا اروح التزم؟ هو الدين بيقول لنا كده؟ ويقعد ايه يهاتي مع نفسه كده. هل عبد الله بن المبارك كان حد هيسمع عنه مجرد ما يموت؟ دلوقتي بص سمعت عنه ايه، شوف الكلام اللي بيتقال عليه وشهرته. هو ما كانش عايز الشهرة اكيد، بس ربنا عوضه من اللي هو سابه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كان مشهور جدا في زمانه بس بالعزف على العود، فلما التزم اشتهر، لكن اشتهر بالعبادة. فشتان بين هذه الشهرة وتلك ليه الشهرة. لو كان عبد الله مبارك قال لك طب هاكل عيش منين؟ الموسيقى دي برضه بتاكلنا عيش، ودينا بنروح هنا وبنروح هنا وبنسافر وبنيجي وبنكسب فلوس. كان شعره عبد الله بن مبارك ان ربنا هيبارك له وهيبقى تاجر كبير قوي. عبد الله بن مبارك يا اخواننا من اكبر التجار، يعني من اكبر العلماء الذين كانت لهم تجاره. كان تاجر رهيب، كان عنده فلوس ليس لها نهايه، وكان مش محتاج يتاجر ولا محتاج الفلوس. قالوا له انت بتتاجر ليه؟ قال اعف نفسي عن سؤال الناس وأنفق على العلماء. فكان ينفق على مالك وعلى سفيان وعلى يحيى بن معين، كان ينفق على العلماء كلهم علشان يخليهم يتفرغوا هم لإيه؟ لطلب العلم ولهداية الناس. فربنا بارك فيه وصار أفضل منهم، لأن هو نوى نية خير بالإيه؟ بالتجارة ديت. كان ممكن يقول طب الموسيقى دي بتأكلني عيش، هعمل إيه؟ ما ينفعش إنك أنت تدخل التزام عندك سوء ظن في الله. الرزاق هو اللي أمرك بالالتزام. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى أنا لو أنا التزمت ولبست الحجاب الشرعي هتجوز إزاي؟ طب لو لبست النقاب العرسان هيقول إزاي؟ هيشوفوني إزاي؟ هيعرفوني إزاي؟ المنقبة دي بتتجوز إزاي؟ شبهات. لكن تيجي على أرض الواقع شوف الحال، وضع مختلف، السعادة والراحة والتيسير والرزق والبركة والخير، الرضا، يكفي الرضا حتى لو ضيق عليك حتى في الرزق، يكفيك أنك راض عن الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن المبارك لم يخسر شيء، لم يخسر أي شيء في الحياة. أما الموسيقى فقد عوضه الله خيرا منها، القرآن، العلم. أما مجالس الصحبية والشلة والشلالية ربنا عوضه بيها مجالس العلم، صار عنده أصحاب ملهمش عدد. هات أي أخ ملتزم كده دلوقتي بقاله سنين، قول له أنت كان عندك كام واحد صاحب زمان أيام الفساد؟ هيقول لك الشلة كلها كانت يعني صفصف على 10، هما دول الرجالة، نروح مع بعض نيجي مع بعض، ده أكبر شلة يعني.
والا فممكن انت لو سالت واحد مش ملتزم مين اصحابك بجد يعد لك اربعه. قول له بعد التزامك عندك كم واحد دلوقتي صاحبك؟ صاحبك بجد يقول لك ما تعدش. كل انت عايزهم في فيكتوريا ولا في الساعه ولا في الحضره ولا في محطه مصر ولا في العجمي؟ عايزهم في اسكندريه ولا في القاهره ولا في الصعيد ولا في الدلتا؟ الالتزام رحم يجمعنا كلنا. يقول لك انا اعرف مئات مئات وكلهم يتمنى ان هم يجلسوني ويقعدوا معايا ويصاحبوني. ربنا بيعوض يا اخوانا. تفتكرش انت لما تسيب الناس دي خلاص هتعوض انا من غير ناس؟ لا والله العظيم هتلاقي نفسك بتعرف ناس اعداد مهوله من البشر اللي فعلا معرفتهم مكسب. ده غير بقى معرفه العلماء والدعاء. الشهره تعوضت، المكسب اتعوض. ولو لم ينل عبد الله مبارك اي شيء من كل ده يكفي انه نال الاخره، والاخره خير وابقى. الاخره خير وابقى. كان بعض السلف كان مع عبد الله مبارك في رحله سفر. عايز اقول لك يعني ايه التزمت، يعني ايه عبد الله مبارك التزم يا اخوانا؟ ما احنا مشكله بنقرا الكلام ده بس بنيجي التطبيق، ما احنا حاجه من الاثنين، يا اما واحد مش عايز يلتزم او مسوف، او واحد التزم بس التزم منظر بس. لو جيت للي التزم منظر بس ده وجالسته مش هتحب الالتزام، هتقول هو ايه الالتزام؟ هو زيه يعني، اتكلم زينا فين الالتزام؟ ما تقس على دوت خالص، على اللي هو التزم منظر بس. انما خالط اناس فعلا ذاقوا حلاوه الايمان، هتحس بفرق كبير، هتحس بفجوه كبيره بينك وبينهم. لذلك بعض السلف كان من ائمه السلف كان مع عبد الله بن مبارك في رحله من الرحلات، فقال في نفسه باي شيء القاسم بن محمد. القاسم بن محمد كان مع عبد الله بن مبارك في رحله من الرحلات، فبيقول باي شيء تفوق علينا عبد الله بن مبارك؟ يصلي كما نصلي، ويحج كما نحج، ويغزو كما نغزو. باي شيء تفوق علينا؟ وقعد يكلم نفسه طول الرحلة. هو بيبص له كده مش شايف حاجة، عادي زينا، بيصلي زينا ونوافل زينا وعادي يعني، إيه ليه يعني عبد الله مبارك؟ بيقول فجلسنا في ليلة وكان بين أيدينا سراج بتاع كده مصباح من الله. قال الفتيل بتاعه والوقود بتاعه إيه خلص؟ قال فانطفأ السراج. فذهب رجل عشان إيه يملاه تاني. بيقول فملاه ورجع، قال فأضاء لنا الإيه؟ أضاء لنا مرة أخرى. قال فنظرت في وجه عبد الله بن مبارك فوجدت لحيته قد ابتلت من الدموع، وأظن أنه لما رأى الظلمة ذكر القبر ويوم القيامة. قال فعرفت بأي شيء تفوق علينا عبد الله بن المبارك. سيبك من منظرة، موضوع لوحدك في حالك مع ربنا. الراجل بس النور اتطفى، الراجل راح دقيقة ورجع، كان عبد الله مبارك بل لحيته من الدموع من خشية الله. لكن قدام الناس شكله عادي، عكسنا احنا قدام الناس شكلنا شيوخ ومع نفسنا مش ملتزمين. عشان كده احنا بنحسش بحلاوة الإيمان، عشان كده احنا لا نصلح لهداية الناس، عشان كده الناس ما بتأثرش بكلامنا. لكن عبد الله مبارك ده التزام بجد. انا بكلمك في واحد زي ما قلت لك كان عازف عود. لو أننا يعني تطرقنا إلى ما قال العلماء عن عبد الله بن مبارك، أمتع أذنك تاني بالكلام عليه. شوف بقى النقلة. قال الذهبي، الإمام الذهبي، قال والله إني لأحبه في الله وأرجو الخير بحبه. يعني بيقول أنا بتقرب لربنا بحب عبد الله بن مبارك. شوف بقى لما هو عبد الله بن مبارك قرب من ربنا، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ودا. يعني محبة في قلوب الخلق. لما التزم اصحابي يعملوا ايه؟ هيحبوك، صدقني هيحبوك، حتى اللي مش هيلتزموا هيحبوك وهيحترموك، وبعد فترة كلهم هيطلبوا ودك وكلهم هيكلموك، واغلبهم هيرجع لك تاني، واغلبهم هيلتزم، وحتى اللي ما التزمش هيفضل يحترمك، وحتى البنت اللي انت قطعت معاها هتحترمك رغم ان انت ممكن اذيتها وجرحتها وكل الكلام الفاضي ده، بس هتفضل تحترمك عشان انت فعلا تركتها لله سبحانه وتعالى. بيقول وارجو الخير بحبه لما منحه الله من التقوى والعباده والاخلاص والجهاد وسعه العلم والاتقان والمواساه والفتوه والصفات الحميده.
قال شعيب بن حرب قال ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه. وقال هارون أمير المؤمنين هارون الرشيد لما مات عبد الله بن مبارك قال اليوم مات سيد العلماء سيد العلماء. قال الأوزاعي لرجل هل رأيت ابن المبارك؟ فقال لا. قال والله لو رأيته لقرت عينك لقرت عينك. شوف بقى دلوقتي اللي يبصله بس يبصله بس تقر عينه. قال عطاء ابن مسلم لعبيد يا عبيد هل رأيت عبد الله المبارك؟ قال نعم والله ما رأيت مثله ولا يرى مثله لا يرى مثله. وقال عبد الرحمن بن هدي ما رأت عيناي أنصح لهذه الأمة من عبد الله بن المبارك. وقال سفيان لرجل وقال كان فضيل بن عياض وسفيان جلوسا في المسجد الحرام فطلع عبد الله بن المبارك فقال سفيان عن عبد الله بن المبارك هذا رجل أهل المشرق. فقال الفضيل لا بل هو رجل أهل المشرق وأهل المغرب وما بينهما وما بينهما. وقال علي بن المديني انتهى العلم إلى رجلين عبد الله بن المبارك ثم إلى يحيى بن معين. وقال بعضهم من شاء أن ينظر إلى رجل مثل الصحابة فلينظر إلى عبد الله ابن المبارك. سفيان الثوري يقول كلمة عن عبد الله المبارك لو يعني توزن بالذهب توزن بالذهب. سفيان بيقول إني لأشتهي من عمري كله أن يكون عندي سنة واحدة مثل عبد الله ابن المبارك فما أقدر أن أكون والله ما بلغ عملي 3 أيام من أيام عبد الله ابن المبارك. يقول لو وزنت عملي كله ما يجيش 3 أيام في حياة عبد الله بن المبارك. شوف الفرق بين واحد مش ملتزم وواحد ملتزم. شوف حياتك قبل الالتزام وبعد الالتزام. شوف ثناء الله عز وجل عليك وثناء الناس عليك وحب الناس ليك. شيل بقى الشبهات اللي في دماغك دي كلها. تعال نخش في قصة تانية. هبدأ لك برضو البداية اللي بدأتها مع عبد الله مبارك هبدأ لك بالثناء على الشخص الثاني وصاحب القصة الثانية قصة ملتزم ابن سعد في الطبقات يحكي عن الفضيل بن عياض فقال كان ثقة فاضلا عابدا ورعا كثير الحديث. قال الذهبي فضيل بن عياض الزاهد شيخ الحرم وأحد الأثبات مجمع على ثقته وجلالته. قال ابن المبارك شو مبارك بقى اللي كان فضيل الفضيل قال عبد الله المبارك إيه؟ قال هذا رجل أهل المشرق وأهل المغرب وما بينهما. فقال ابن المبارك عنه قال ما أعلم على ظهر الأرض أحدا أفضل من الفضيل بن عياض. شوف الناس بتبص لبعض إزاي وشوف الناس بتتعامل مع بعض إزاي. قال إبراهيم بن شماس رأيت أفقه الناس وأورع الناس وأحفظ الناس وكيع والفضيل وعبد الله ابن المبارك وعبد الله ابن المبارك. ده البطل الثاني اللي معانا النهاردة. مين عبد الله ابن مين الفضيل ابن عياض يا إخوانا؟ هذا الذي سمعتم عنه كان قاطع طريق لص يعرف بنت في الحرم. دي كانت بداية فضيل بن عياض. ده كان الواقع بتاعه بتاع بنات حرامي بل قاطع طريق وكان مخيف للناس ناس كلها كانت بتخاف منه وكان ظالم وشديد كان الناس بترعب منه تسمع اسمه والناس تترعب. فضيل بن عياض بيحكي عن قصته يقول عشقت امرأة في السر عشقت امرأة في السر. يعني دي بدايته يعرف واحدة ومن وراء أهلها وبيروح يقابلها في السر وهو أصلا بيقطع الطريق وهو كان حرامي ولص. ده الفضيل بن عياض اللي انت سمعت عنه دلوقتي. بيقول عشقت امرأة في السر فذهبت أتصور الجدار لأصعد إليها. كنت اديتها وعد ان انا نطلع كده من ليه من السور بتاعها ونخش بقى احنا ايه ونعمل اللي نعمله بقى يعني بيقابل بنته في الحرام وفي الظلمة واللي انت عايزه. ده الفضيل بن عياض.
يقول عشقتها في السر فتصورت جدار لأصعد إليها. قال فسمعت قارئا يقرأ، سبحان الله، سمعت قارئا يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال فسقطت من على الجدار ولم تحملني قدماي. يقول أنا وقعت، سمعت الآية وقعت من على الجدار، وقلت بلى آن يا رب، بلى آن يا رب، بلى آن يا رب، أيوة أيوة جه الوقت اللي التزم فيه، أيوة جه الوقت اللي قلبي يرق فيه، أيوة جه الوقت اللي أتوب بقى كفاية. قال فذهبت واختبأت بين الأشجار، قعد لوحده يفكر. قال فسمعت رجلين يتحدثان، يقول أحدهما للثاني: هلم بنا نرحل. قال لا، سمعت أن الفضيل بن عياض هنا، أخاف أن يلقانا. فبكى الفضيل بن عياض، قال والله لقد أرسل الله إلي هذين الرجلين، والله إنني أعلنها توبة لله، وإن من تمام توبتي أن أجاور الحرم وأتعبد لله فيه. ده الفضيل بن عياض. فضيل بن عياض بيلخص قصة أي شاب، أي شاب بيخرجش عن المعاصي ديت، إما ظلم، إما بنات، إما موسيقى زي عبد الله بن المبارك، قصة حب، أصحاب سيئين، قاطع طريق. إخواننا عارف يعني قاطع طريق؟ ما في حاجات كده زي بيقولوا باكج، أو هي حاجة على بعضيها كده لازم تتاخد على بعضيها. قاطع طريق يعني أكيد بيشتم، يعني أكيد بيشرب، يعني أكيد ليه صحبة سيئة، ما فيش حاجة لوحدها كده. فعش واحد بيبيع مخدرات مثلا بيشتمش، ما مش موجودة، مش كده، خد بالك، مفيش رقاصة مؤدبة، يعني مش يعني هي في حاجات كده على بعضيها كده. فلما أنت تفهم إن الفضائل كان قطع طريق، افهم إن كل حاجة موجودة، كل حاجة، كل تتخيله، شرب بنات، شتيمة، كل اللي أنت تتخيله موجود. ده فضيل بن عياض. فضيل بن عياض قرر إنه لازم الأمر ده ينتهي. عشق جارية. كان عايز أقف هنا مع عدة وقفات، خلينا أقف مع وقفة غريبة الأول قبل ما نرجع للفضيل. القارئ اللي قرأ وسمع عبد الله مبارك، والقارئ اللي قرأ وسمع الفضيل بن عياض، طبعا ده غير دوت. لكن أنا عايز أقول ممكن واحد فينا يعمل أخواننا عمل صالح ربنا يبارك له فيه، مش كده ولا إيه؟ واحد قرأ آية ولا يعرف إن عبد الله مبارك سمعه، ولا نعرف مين دوت أصلا، ولا يعرف إن كل الناس دي في ميزان حسناته، سواء القارئ الأولاني أو القارئ الثاني. ممكن أنت تكون ملتزم بلحيتك دي وبتمشي في الشارع بتضحك كده وبتسلم على الناس، في ناس بتلتزم بمنظرك كده بس، في ناس بتتوب لما بتشوفك، أنت ما تعرفش. ممكن عملت عمل خير ما تعرفش مين سمع عنك وقصتك اتحكت لمين ومين شافك، لا الموضوع تاني. ممكن تبقى انت بتعمل حاجات كتير دعوية، يعني ممكن الشخص اللي قارئ القرآن ده هو داعية مثلا وقاعد يكلم في الناس محدش بيستجيب له، بس ربنا خلى واحد بس يستجيب له، والواحد ده هو ما يعرفوش ولا سمع عنه ولا يعرف ان هو سمعه. بص ربنا مش هيضيع عملك ابدا، بس انت تعامل مع ربنا بصدق واخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام راح يدعو الناس في الطائف محدش استجاب له، رجع حزين مهموم قاعد تحت شجرة يقرأ قرآن ومشي. بعد كده ربنا أوحى له وحي، قال له أتعلم الجلسة دي كان فيها إيه؟ قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. مين اللي عمل كده؟ الله يعوضه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ده ناس آمنوا وتحولوا إلى دعاء، في أمة أسلمت بالقعدة اللي قعدها النبي عليه الصلاة والسلام دي بس. يبقى أنت لما تبقى ملتزم ما تحاسبش ربنا باللي ظاهر ليك، أصدق مع ربنا وما لكش دعوة، لكش دعوة، هيبارك لك في عملك، لكن خليك قدوة دايما. لو أنت فعلا، أنا متأكد أن قارئ القرآن ده مش شخص عادي، اللي قارئ القرآن ده شخص عادي أكيد هو بيعمل بيه، وأكيد
له عبادة وله سر بينه وبين الله، عشان ربنا يخلي عبد الله مبارك في ميزان حسناته أو الفضيل بن عياض في ميزان حسناته؟ لا، الموضوع مش عادي، مش عادي أبدا. الشخص ده هو البطل الحقيقي في كل القصة اللي احنا بنتكلم فيها دي، اللي بيقرأ دايما قرآن ده في كل قصة. اقرأ القرآن من قلبك على الناس. نرجع للفضيل بن عياض تاني. الفضيل أنا عايزك بس تتخيل، وهو احنا قلنا فضيل كان يعشق جارية، يعشقها في السر، وأول بداية القصة بيقول أنا كنت رايح طالع فوق السور عشان أنط وأكلمها. الفضيل بن عياض كان صاحب همة في الشر، وكلنا كنا كده في المعصية أصحاب همة عالية. نيجي بقى حتى اللي التزم فينا، فين بقى الهمة في الالتزام؟ ما تلاقيش. زمان أيام المعصية كنا نسهر للصبح ما جلناش نوم، على القهاوي وفي الشوارع والسرمحة واللي هو ولا شيء كده، خلاص واقفين للصبح وخلاص لازم نقضي الليل كله مع بعض. التزمت. ملتزم ما بيقومش الليل، ليس له ورد من الليل، ليس له ورد من طلب العلم بالليل، ليله كله نوم، رغم ان هو كان قبل التزامه بينامش بالليل في سبيل المعصية. زمان كان عندنا همة في اللعب. زمان كنا ممكن نحوش فلوس عشان نشتري الشريط، عشان نخش السينما الغالية، تحوش فلوس تبقى خلي بالك على القرش علشان السينما تقدر تخش النهاردة أو تقدر تخش مرتين أو ثلاثة في الشهر الواحد. دلوقتي ممكن أخ ملتزم ما عندوش ورد صدقة، ما بيفكرش هو هيتصدق إزاي النهاردة أو بكرة، طب الشهر ده هوفر إيه من مرتبي أو من يوميتي أو عشان أطلع صدقة. كنا زمان بنحسبها علشان الشرايط وعلشان الإيه وعلشان السينمات. زمان كنا حافظين كل أسماء الأفلام والمغنيين والفنانين واللعيبة. دلوقتي ملتزم تحفظ قرآن، ملتزم مش حافظ حديث، ملتزم ما بيطلبش علم. زمان كنا نحارب الدنيا كلها عشان نعمل حاجة الغلط. أبويا أقول له حنزل مع أصحابي يقول لي مش هتنزل، أقول له حنزل وانزل وهو غضبان عليا فرقش معايا. وكان اللي يشرب يشرب سجاير وامه عارفة، وغصب عنها كان بيشرب سجاير. واللي كان بيحب يعرف بنت بيعرفها وكل الناس قرايبه بيقطموه عادي، بحبها ومش حاسبها أبدا. ويلبس لبس غريب والناس تقلس عليه، بس دي الموضة طز في الناس كلها، المهم أنا لبست اللي أنا عايزه. تيجي بقى تلتزم تلاقي بقى كل حاجة إيه صعبة. ألتزم إزاي؟ أصل أبويا مش عايزني ألتزم، أصل أمي مش عايزاني أصلي في الفجر في المسجد، أصل بيقلسوا على دقني فأنا لازم أحلقها، أصل بيقلسوا على هدومي لما لبست لبس، بيقلسوا على نقابي وبيقولوا عليا، بيقلسوا عليا لما وسعت الهدوم وبيقولوا على ست الحجة وعفريتة هانم، مش قادرة تستحمل كلمتين. وكنا بنستحمل الزلط قبل كده مش كده؟ كنا بنحارب عشان نعمل معصية. دلوقتي أي حد بينكشنا كده في الدين نبيع الدين على طول، بس عشان الناس ما يقلسوش عليا، بس عشان الناس ما يتضايقوش مني، بس عشان اصل اهلي مضايقين عليا ومش عارف اعمل معاهم ايه. لا، زي ما كنت عرفت توصل للمعصيه اوصل برضه للطاعه. بس مش بقول لك يعني خليهم واعمل وسوي واعمل الجرائم اللي كنت تعملها، لا، بالسياسه بقى، بالحب، بطريقه كويسه المره دي، مش بقول لك زعلهم لا، انت عارف تتصرف ازاي مع اهلك، انت لو حطيت دماغك في حاجه هتعملها، بس انا بقول لك المره دي اعملها وانت مراضيهم، مش وانت ايه وانت غاضبهم. زمان كنا نقدر نلم الشلة في ثانية لو عايزين نلعب كورة ولا عايزين نطلع طلعة. دلوقتي اقول لك هات لي اصحابك عشان الدرس، تيجي لي الدرس تقول لي نسيت اكلمهم. فين الدعوة الى الله؟ مفيش دعوة الى الله. فين بذلك عشان هداية الناس؟ ده انت كنت اكتر واحد بتضل الناس فينا قبل الالتزام. فين نفس العمل دوت قصاد الناحية التانية؟ مفيش. ملتزم نايم في الخط. يبقى قال عمر بن الخطاب: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر، اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الإيه؟ عجز الثقة. لما كنا فاجرين كنا عندنا جلد في الفجر، لما بقينا كويسين بقينا تعبانين. الله المستعان. الفضيل بن عياض وقع لما سمع الآية. أنت سمعت كم آية ما أثرتش فيك؟
أثر الآية في القلب، ونفس الكلام زي ابن المبارك سرعة الاستغلال للحدث، نفذ على طول وتاب على طول ولم يتردد. قال بقى كلمة جامدة بقى، دي الفايدة بقى الجديدة في الفضيل. قال: اللهم إني تبت إليك وجعلت من تمام توبتي أن أجاور الحرم. هنا الفضيل بيضيف لنا إضافة جديدة، إضافة جديدة هي إنه على طول بدل المعصية لطاعة، بدلها، حط حاجة مكان حاجة. لأنك أنت لو ما عملتش الطلعة دي هترجع تاني. في ناس بيبطل المعصية بس ما حطش مكانها إيه؟ طاعة. بعد وقت لقى نفسه فاضي، الفاضي هيرجع تاني. والشيطان أكتر حاجة تساعده الفراغ، يقول لك طب أبطل أغاني وأعمل إيه؟ طب لو ما نزلتش مع أصحابي أقعد كده أعمل إيه؟ وأنت ما بتحطش حاجة، أنت عندكش تصور إيه اللي هتعمله لما تلتزم. ده في 1,000,000,000 حاجة تتعمل، واسأل الملتزمين بجد مش إحنا، هتلاقيهم بيقول لك أنا نفسي اليوم يبقى 48 ساعة عشان ألحق أعمل اللي نفسي أعمله لله. ما عندوش وقت يعمل مباحات مش معاصي، لأن هو حط دخل بجد في عندك طلب علم وفي حفظ قرآن وفي دعوة إلى الله وفي عمل اجتماعي، في حاجات كتير تتعمل. لكن أنت بدلها، تسيب أصحابك وما بتجيش دروس، سبت السجاير وسبت الأغاني وبتحفظ قرآن، ما أنت هتقعد فاضي كده وبعدين. لكن عبد الله يعني الفضيل بن عياض عمل إحلال وتبديل على طول، وده بنسميه حماية للتوبة بتاعتك. أنت تبت جميل، بطلت ليه المعاصي الفلانية، في حاجة اسمها حماية التوبة. حماية التوبة انك انت بتعمل طاعات كتير تحميك من انك انت ترجع لليه المعصية. هنعتبر ان المعصية دي هنا ايه، انت تبت منها التوبة دي، يبقى انت حطيت قدام المعصية حاجز. بقى حاجز ايه؟ واحد. بقى بين الشيطان وبين انك ترجع للمعصية دي ايه؟ حاجز واحد. لو شاله خلصت. لا لا لا، انت ما تبتش بس، ده انت تبت ونفس المعصية دي عملت طاعة قصادها. يعني بدل ما كنت بسمع أغاني بقت بحفظ قرآن، بقت بصلي بالقرآن، بقت بتدبر قرآن، بقت بحفظ قرآن، عملت 100 سد أمام المعصية دي تاني. يوم ما الشيطان يضربك ضربة جامدة قوي يعني هيوقع حصن، بطلت تحفظ قرآن بس لسه بجيب وردي عادي، بجيب قيامي عادي، بحفظ عادي. ضربك ضربة تانية، الورد راح بس القيام شغال والحفظ شغال. ضربك ضربة تالتة، القيام راح بس الحفظ شغال. ضربك ضربة رابعة، الحفظ شغال. ايه مش هتفوق ولا ايه؟ اكيد هتفوق يعني، مش ممكن تضرب كل ده ما تفوقش. بس الفكرة انك كل ده لسه ايه، ما رجعتش لليه، ما رجعتش للمعصية. بيحصل معنا كلنا، اي واحد فينا بيتضرب، تلاقي حاجات راحت وحاجات رجعت وحاجات بتروح وحاجات بتيجي. بس اللي هو عامل حاجات كتير ده صعب قوي ان لما يتضرب يرجع للمعصية، ان هو اصلا بينه وبين المعصية حواجز كتير قوي. يوم ما بيتضرب في النوافل، ويعني لو ضرب في الفريضة ها مرة فين كل فين وفين وبيفوق بسرعة جدا. لكن صاحبنا اللي تاب بس كده على الحروك روك وما عملش حاجة تدعم التوبة دي، ده أسرع واحد بيقع. تخلي بالك، دعم توبتك بإيه؟ بعمل صالح. ويعرف إن اللي بينتكس ليه، لأنه ما دعمش ليه، ما دعمش التوبة. عبد الله بن المبارك فضيل بن عياض لما تاب وساب البنت اللي كان بيحبها ما فكرش فيها، ما قالش طب انا البنت دي هظلمها معايا كده هكسر قلبها، طب هي تحبني وانا وعدتها بالجواز، ودي طب هي ذنبها ايه، انا توبت هي ذنبها ايه لما قلبها يتكسر كده واسيبها بعد المدة دي كلها. بس هي طيبة الصراحة ومحترمة، عارف انت الجو ده. طب التزم، بس يعني هي ملهاش ذنب، ممكن اكلمها عادي وامشي معاها برضه مفيش مشكله. طب اساعدها على التوبه، طب افكرها في صلاه الفجر، طب نقول الاذكار مع بعضينا، الكلام ده كله الله يكرمك ارحمنا، الكلام ده لف وارجع تاني، ها لف وارجع تاني، هو ده اللي بيحصل، ما تشتغلش نفسك. فضيل بن عياض بص نازل على السور ما اداش رنه حتى، ولا بعت لها مزد ولا اي ولا عبرها، راح على طول تاب. انسى البنت دي، اقطع معاها. هي بقى اتكسر قلبها ما اتكسرت، انا بعمل فيها خير على فكره، انا بعمل فيها خير، ولا لو كملت معاها هي بتعمل كبائر بسببي،
وانا بشيل الاثنين لان انا السبب. هو الراجل دايما اللي السبب، مفيش بنت هتجيلك، انت اللي بتروح لها، فانت اللي بتشيل الذنبين. فانت لما بتسيبها بتعمل معاها واجب. والله هي التزمت لوحدها بقى، وانت حبيت تتجوزها اتجوزها، بس ما فيش، ابعد عنها، هي هتلتزم ان شاء الله تلتزم، ربنا يهديها بقى مع بنات او كده، مش انت ما ترجعش تاني للايه، للوصله اللي احنا حذرناك منها. قلنا عبد الله مبارك لما التزم كسر الايه، العود، لكن الوصله دي هتروح مرجعك تاني. طب انا كسرت قلبها، طب ايه رايك، طب ما ينفعش يعني واحده واحده، طب الدين يسر، هتلاقي نفسك رجعت لها تاني، هتبقى ملتزم بس لسه بتتكلم مع البنت بتاعت زمان، يبقى لازم تقطع معاها. عايز تبقى اخر رساله ليك تبقى راجل محترم شيك كده تبلغها، مفيش مشكله، تبعت لها رساله تقول لها الوضع كده كده وانا التزمت وربنا يوفقك اللي احسن مني، وانا يعني وتنصحها نصيحه مفيش، وتبقى دي اخر رساله بكل شياكه، وتختم الايه العلاقه. ويا ريت تبقى رساله ما تبقاش تليفون، عشان هتعيط لك وصاحبنا ايه بيهر اول ما البنت تعيط، والموضوع هيجيب ورا تاني. ويا ريت لما تبعت لها رساله تعمل لها بلوك بعديها، عشان هتبعت لك رساله برضه هتروح معيط انت كمان، وشويه ايموشنز بقى في الحنان هتلاقي نفسك جبت ورا على طول. يبقى يعني ده لو يعني تبقى ذوق قوي، لكن الافضل تبقى ذوق وانت قطع معاه وخلاص وانساه، ويمكن هي تتوب وتشكرك، ويمكن تتجوزوا بقى، افلام العربي ده عارف انت، وارد يعني. بس يعني المهم مش مشكله تتجوز مين بقى، مش مشكلتك. هات بقى اي اخ دلوقتي كان يعرف بنات زمان وقول له انت زعلان على اي بنت بتوع زمان، يقول لك لا لا ام العيال دي ما فيش زيها كده 100 100، ربنا يبارك لي فيها. بجد بيتكلم من قلبه يعني، ما بيهزرش، فانسى الكلام ده. تمام، ايه رايك ارجعك تاني بقى الفضيل بن عياض؟ قال ابراهيم اسحاق ابن ابراهيم عنه، عشان تعرف يعني ايه تاب، واحنا بنسمع تاب فايه بتحط نفسك زي تقول يا سلام تاب، والله انا كمان تبت، لا لا تعال اخويا تعال شوف تاب يعني ايه. قال ابراهيم اسحاق ابن ابراهيم ما رايت احدا اخوف على نفسي ولا أرجى للناس من الفضيل، كانت قراءته للقرآن حزينة مترسلة بطيئة كأنه يخاطب إنسانا، كان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها ويسأل، كانت صلاته بالليل أكثر ذلك قاعدا من شدة التعب، يعني كان يصلي وقاعد، يلقى له الحصير في المسجد فيصلي من أول الليل ساعة ثم تغلبه عينه فيلقي نفسه على الحصير فينام قليلا ثم يقوم، فإذا غلبه النوم نام ثم يقوم هكذا حتى يصبح. يعني هو نومه إيه؟ لما بيقع بس، يعني هو بيصلي بس بالليل وينام لما يقع، لما يقع ينام وكذا يصحى يصلي، يقع ينام يصلي، هو طول الليل كده. فكان يقول أشد العبادة ما كان هكذا. وقال إبراهيم بن الأشعث عنه ما رأيت أحدا كان الله في صدره أعظم من الفضيل بن عياض، كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به الخوف والحزن وفاضت عيناه حتى يرحمه من بحضرته، كان دائم الحزن شديد الفكرة، ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه وعمله وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غير الفضيل بن عياض. ابن المبارك فاكرينه قال كنت إذا نظرت إلى الفضيل جدد لي الحزن وكرهت نفسي، وقال ما رأيته إلا بكيت على حالي. يعني بيقول بقارن نفسي بالفضيل بحس ان انا ما عملتش حاجه في حياتي، سبحان الله. فده يعني الامام الجبل الفضيل بن عياض رحمه الله. لو جينا بقى لاخر واحد معانا النهارده، قصه تانية، ملتزم، التزم ازاي؟ هو مالك بن دينار. مالك بن دينار له قصه من اعجب العجب في التوبه. قصه مالك ذكرها ابن قدامة في كتاب التوابين، هي فيها ضعف يعني، لكن نذكرها من باب الاستئناس. مالك بن دينار، مالك بن دينار صاحب المجالس الهائلة، ناس تقعد قدامه بالآلاف يتوبون يتعلمون يرجعون إلى الله، كان شيخ كبير وعالم في البصرة. مرة كان قاعد بين تلاميذه بتاع، وقال سأحكي لكم غدا كيف كانت توبتي. قالوا إيه؟ حلوة القصة دي، نيجي بكرة. قال فحضر مالك بن دينار في اليوم التالي
قالوا عنه فرأينا في وجهه حزن لم نره قط في حياتنا، كان عليه حزن شديد. حزن سبب ان هو ايه؟ افتكر بقى دلوقتي كان بيعمل ايه زمان. قال مالك: سأحكي لكم كيف كان أول أمري. لقد كنت شرطيا ظالما، كان شرطي وظالم، وكنت أشرب الخمر، وكنت شديدا. هنتكلم في واحد شرطي ظالم شديد بيشرب خمرة، بيقول كنت مدمن خمر، وكنت أضرب الناس في الأسواق، بيفتري على الناس، بيفتري عليهم. شوف أي حد ممكن يضرب أي حد لأي سبب، شرطي محدش يقدر يعمل معاه حاجة. كان بيظلم الناس جامد. بيقول في يوم من الأيام لقيت رجلا يتوسل إلى رجل، كان هو شرطي بيعدي في الأسواق كده يشوف الوضع. فرأيت رجلا ضعيفا يتوسل إلى رجل قوي ويظهر عليه يعني ليه الذل. فسمعت يقول، فقلت له: ما لك يا عمي؟ فقال: لقد ظلمني هذا الرجل وأخذ مالي، والله إن عندي بنات في البيت ينتظرون هذا المال، والله ما عندي غير هذا المال، وكيف أعود إلى البيت وكيف يأكل أولادي؟ قال: فرق قلبي لحاله رغم أن قلبي كان من القسوة بمكان. يعني بيقول أنا عمري ما صعب علي أحد، أنا اللي بضربهم. بيقول: ما أعرفش اليوم ده الرجل ده صعب علي ليه، صعب علي. قال: فأخذت ماله من الرجل القوي وأعطيته إياه. قال: فشكرني. قلت له: يا عم كم عندك من البنات؟ قال: عندي 3 بنات. قال: أسألك بالله أن تطلب منهم أن يدعوا لمالك ابن دينار ولا تنساني. يقول مالك: ومرت بي الأيام وأنا أذكر هذا الرجل، فاشتاقت نفسي إلى الإنجاب. ما كانش متجوز، يقول بنات وموضوع حلو كده، متجوز وعندي أولاد وكده. يقول: فتزوجت امرأة وأنجبت بنتا كأجمل ما يكون. قال: فلما أنجبتها تعلق بها قلبي، وكنت أحبها حبا شديدا، وبدأ حالي ينصلح. يعني بدأت أهدى كده وقلبه بدأ يبقى يرق شوية، بدأ إيه بيضربش الناس بقاش يظلم. قال: ولكنني كنت أشرب الخمر، ما زلت أشرب الخمر، دي مش قادر أبطلها، بس يعني بقيت كويس مع الناس شوية عشان بنتي وكده، يعني بقول يا ربنا يعوضني هنا وبتاع مش عارف إيه. فرق قلبه شوية مع الناس، لكن ما زال يشرب الخمر، وكان يعني بيشرب شرب كبير جدا. بيقول: فكبرت ابنتي حتى بلغت 2 سنين، ثم حصلت المصيبة، ماتت ابنتي. قال: فلما ماتت انتكست انتكاسة شديدة، وشربت الخمر كما لم أشربها من قبل، وجلست ليلة أشرب الخمر حتى الصباح، وكانت ليلة النصف من شعبان، وكانت ليلة الجمعة. قال: ويومها ما صليت العشاء ونمت على هذه الحالة. نام شرب خمر في ليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وما صلاش ونام الحالة ديت. قال: فرأيت في منامي أن يوم القيامة قد حضر، وأني في أرض المحشر، ثم رأيت أنني أقف فإذا بثعبان ضخم هائل لم أرى مثله في حياتي، قد خرج في أرض المحشر يريدني أنا ويجري ورائي. قال: فجريته، جريت، قعدت تجري، جريت. قال: حتى لقيت شيخا كبيرا يبدو عليه الصلاح، فقلت: يا عم أنقذني من هذا الثعبان، أنقذني من هذا الثعبان. قال: يا بني لا أستطيع، لا أقدر عليه، لا أقدر عليه. قال: فجريت حتى أشرفت على النار، وجدت النار أمامي فوصلت إليها واقتربت منها حتى كدت أقع فيها، فخرج لي صوت من النار يقول: ارجع، أنت لست من أهل النار. قال: فجريت وعدت إلى الرجل الصالح وقلت له: يا عم أنقذني. قالوا لي: أنت لست من أهل النار، أنقذني. قال: يا بني اذهب إلى هذا الجبل، ففيه ودائع الله، ودائع الله، فإن كان لك هناك وديعة لعل الله أن ينجيك بها.
قال فجريت ناحية الجبل حتى وصلت إليه، فوجدت قصرا رائعا جميلا عليه أبواب ومصاريع وسطور، فوصلت إليه وقلت افتحوا لي الباب، ففتحوا الباب ونادت الملائكة افتحوا المصاريع افتحوا الأبواب ارفعوا السطور. قال فدخلت فوجدت أطفالا كالأقمار في هذا القصر، فدخلت معجبا بهم، ثم فجأة خرجت إلي ابنتي من وسط هذا الجمع وجرت نحوي، ثم أمسكتني بيدها اليسرى، أمسكت يدي وقالت أثبت، ثم قالت بيدها اليمنى للثعبان هكذا، ففر الثعبان من أمامي، ثم أمسكت ابنتي بلحيتي بيدها اليمنى وقالت يا أبتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقال يا بنيتي هل أنتم تعلمون هنا القرآن؟ فقالت يا أبتي نحن نعلم القرآن هنا أفضل مما تعلمونه أنتم. قال يا بنيتي من الثعبان ومن الشيخ؟ قالت يا أبتي الثعبان هو عملك السيء، أنت الذي قويته حتى صار إلى ما صار إليه، وأما الشيخ فهو عملك الصالح، أنت الذي أضعفته حتى صار لا يقوى على عملك السيء. فقال يا بنيتي والله لا أتوبن إلى الله ولا أرجع إلى المعصية أبدا. قال ثم أفقت من نومي وانكببت على العبادة وطلب العلم وسألت عن مجالس العلماء فدلوني على الحسن البصري فلزمت مجلس الحسن حتى صرت إلى ما صرت إليه. مالك ابن دينار، لن تكون أسوأ من مالك ابن دينار، لكن الفرق بينك وبينه أنه صاحب قرار وصاحب عمل وصاحب تنفيذ. مالك ابن دينار جلس بين الناس بيحكي لهم معصيته عادي، خد بالك وأنا بكلم اللي التزم بقى أو اللي فاكر نفسه التزم، لو أنت مش بتفتكر معاصيك يعرف أنك أنت ستهلك عن قريب، لأن ذكرك للمعاصي بتاعتك بتاعت زمان هو الحماية ليك من العجب والكبر، العجب والكبر على الناس، أنك أنت ترى نفسك أفضل من الناس. تنساش نفسك، تنساش كنت إيه، دايما فكر نفسك معاصي، مش بتفكر نفسك عشان تيأس، لا بتفكر نفسك عشان تفتكر نعمة ربنا عليك وعلشان تجدد التوبة وعلشان تكسر في قلبك العجب والكبر والفخر على الناس، وعلشان تقدر لما تدعو الناس ترحمهم، ما تبصش للعاصي انك انت احسن منه، ما تبصش للعاصي ان ده ضايع وانا كويس، لا 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 لا، بص له بنظرة رحمة وشفقة تقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ده ربنا اللي من عليك انت هتعمل لنا شيخ فتبينوا، تمام؟ هيخلي قلبك الذكرى دي يكسوه الرحمة، كلامك وانت بتدعو الناس هيطلع من قلبك، هيأثر في الناس، لانك انت مش بتكلمه على انك انت فوق وتحت، انت بتكلمه على ان احنا في مركب واحدة. يا ابني انا دقت اللي انت بتدوقه دلوقتي، يا ابني اسمعني كلامك طالع من قلبك، انت محروق مكلوم عليه، مش بتكلمه على انك شيخ، بتكلمه على انت مبتلى لسه طالع من العلاج من يومين بس وخايف البلاء يجيله تاني، انت بتقول له خلي بالك من اللي انت بتعمله، هيطلع الكلام من قلبك. ما تعرفش هدايتك هتكون بسبب ايه، ممكن عمل صالح زي ما عمل كده هو مع الراجل ده هو سبب هدايته. فلما انت يبقى عندك معاصي ما تحرمش نفسك من طاعات تانية. في واحد لما عنده معاصي ما يعملش طاعات خالص، يقول لك هعمل ايه، انا ما بصليش اصلا، انا بقى خارب الدنيا. يا اخي ما تحرمش نفسك، ادفع صدقه هنا، قوم ليل مره، ما فيش مانع تقرا، يعني ما تعرفش هتجيلك منين، اقف مع مسكين، اقف مع يتيم، ساعد ارمله، يمكن العمل ده ربنا يكافئك فيه في التانيه اللي انت مش قادر عليها، اللي هي الصلاة والبنت والكلام دوت. فما تعرفش ربنا هيكافئك ازاي، فلما اي طاعة حتى لو انت على معصية تقدر عليها اعملها، ما يجيلكش الشيطان يقول لك انت مين، انت مش انت ضايع اصلا، مش السكة دي مش تبعك، لا
اللي تقدر عليه من الطاعة عمله، يمكن ربنا يكافئك فتوب توبة كاملة جزاء الحسنة الحسنة. ناخد من مالك بن دينار أن البلاء رحمة. مالك بن دينار بنته ماتت، ممكن واحد يقول ايه بقى طب الطفل ذنبه ايه يموت ويتألم ويتعذب؟ حكم عظيمة من الله. الطفل نفسه مش متضرب حاجة، هو في الجنة كده كده مع الولدان المخلدون، أبوه تاب من صالح حاله، حكم عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فالبلاء في حياتك قبل الالتزام أو بعد الالتزام خير، والإنسان حاجة من الثلاثة، ياما قبل الالتزام ياما بعد الالتزام ولسه ما التزمش بجد، ياما بعد الالتزام والتزم بجد. قبل الالتزام البلاء مفهوم، هو ذكرى، تنبيه، تذكرة، واعظ يأتيك من الله سبحانه وتعالى احذر مني، هديك واحدة في الدنيا اهو قبل ما تجيلي ايه في الآخرة. طب بعد الالتزام وانت لسه ما التزمتش بجد، رسالة فوق انت ما التزمتش بجد، زي مالك بن دينار تاب نص نص كده، لا ينفعش. مالك بيستعد لحاجة تانية خالص، وربنا بيحضره الوضع تاني، فوضعك ده ما ينفعش، لازم تكمل. فمالك بن دينار كان البلاء في بنته سبب انه وصل للمرحلة دي. لا ده البلاء لسه ملازم ليه حتى بعد الالتزام، لا يبقى ده بقى بلاء الصحابة والصالحين، أشد الناس بلاء الأنبياء، يبقى ده لرفع الدرجات وتكفير السيئات وزيادة الدرجات ورفعة الشأن. بص كل بلاء من ربنا خير خير، إذا أحب الله قوما إيه تلاهم. تقولش أنا التزمت وابتليت، ما عادي خير برضو، إيه المشكلة؟ ده أنا بص هي رسالة، لو ما فهمتهاش هتشقى، لو فهمتها هتستمتع بيها، هتستمتع بيها. مالك بن دينار ما يأس وقال ذنوبي كتير، طب والمظالم والناس اللي ظلمتهم واللي ضربتهم والخمرة اللي شربتها دي كلها، الحل فيها السجاير والشيشة والشرب والبرشام، ده أنا ذنوبي كتير جدا، أنت ما تعرفش يا أخي أنا عملت إيه. لا تيأس من رحمة الله. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبيض شعر، حواجبه سقطت على عينه، قد بلغ من الكبر عتيا، جاي ماسك عصاية وبيترعش وهو رايح للنبي عليه الصلاة والسلام مش قادر يمشي، بلغ من العمر أرزلة. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها، عمل الذنوب كلها ما ترك حاجة ولا دجة، يعني ما سبتش حاجة إلا عملتها، هل له من توبة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد بذلك. قال تعمل الحسنات وتترك السيئات يجعلها الله كلها حسنات. قال رسول الله ويغفر سيئاتي؟ قال يغفر سيئاتك. قال ما تركت حاجة ولا دجة؟ قال يغفر لك إن شاء الله. فمضى الرجل يمشي وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى اختفى عن عين النبي عليه الصلاة والسلام. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الرؤية اللي شافها مالك بن دينار كانت سبب لهدايته. أي رؤية يا جماعة تشوفها خليها إيجابية، بمعنى في بعض الشباب يجي يسألني مثلا يقول لي شفت رؤية ويحكيها لي، تطلع حلوة تطلع وحشة، شفت نفسي في الجنة شفت نفسي في النار، شفت تعبان بيأكلني شفت نفسي بجنحة، الكلام ده إيه؟ كل رؤية حولها لمعنى إيجابي، بمعنى شفت نفسك في وضع كويس في الجنة ولا بتطير ولا بتاع، خلاص يبقى دي بشرة من ربنا. كمل زيد ما تعجبش، دي ربنا بيقول لك انت تمام افهمها كده، روح مزود اشكره بالزياده. لا ده انا شفت نفسي في النار، خدها برضو رساله، رساله تحذير، رساله تحذير. هو لازم شفت نفسك في النار خلاص تيأس وتروح تكمل بقى انا من النار؟ مين قال لك؟ رساله تحذير، خدها واشتغل برضو. في الحالتين شفت رؤيه حلوه شفت رؤيه مش كويسه، كده كده تحولها لعمل، عمل ايجابي. رؤيه كويسه تشجعك، رؤيه مش كويسه بتحذرك، طب الحق نفسك كده كده هتشتغل. ما فكرش بقى مالك بن دينار طب وضعي طب شغلي طب وضعي الاجتماعي طب الناس هتقول عليا ايه، طب انا كنت شرطي طب الشغل ممكن يرفضوني طب ممكن يأذوني طب كل ده انتهى وصار مالك بن دينار الرجل الذي تسمعون عنه. ذهب مالك بن دينار يوما الى مجلس الحسن
فقرأ رجل والطور وكتاب مسطور إلى أن بلغ قول تعالى إن عذاب ربك لواقع. قال فبكى مالك ابن دينار حتى غشي عليه. حتى غشي عليه، هي دي علامة الالتزام. كان مالك ابن دينار بعد كل هذا يمسك اللحية بتاعته ويقول يا مالك ابن دينار أين منزلك غدا؟ يا ربي لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأين غدا منزل مالك ابن دينار؟ وكان مالك له تأثير على الناس غير عادي، غير عادي. يقول له واحد كلمة تحول، تحول. دخل راح البيت عنده عشان يسرقه، سرقه لص. فمالك ابن دينار مسكه، الراجل ما لقاش حاجة يسرقها أصلا، يعني هو مالك ابن دينار الدنيا فاضية عنده. فراح لقاه قاعد يدور، فراح فتح يعني يكلمه، قال يا فلان ما تريد؟ قال أردت أن أسرقك وما وجدت شيئا. قال فهل أدلك على أفضل مما طلبت؟ قال دلني. قال تعالى توضأ وصلي ركعتين. راح توضأ وصلى ركعتين وخد بعضه ومشي. فسألوا مالك بن دينار ماذا عملت مع السارق؟ قال جاء ليسرقنا فسرقناه. وجي واحد اسمه المهلب، ده كان راجل بيتعوج كده شوية، فدخل على مالك بن دينار بيتعوج، قال له انت مش عارف انا مين؟ قال اعرفك، اولك نطفة مزرة واخرك جيفة قذرة وانت بين ذلك تحمل العذرة. فالراجل اتكسر، قال قد عرفتني، انا فعلا انا اولي نطفة تعبانة واخر جيفة معفنة وفي النص شايل حاجات مش كويسة في بطني، هو ده، هي دي الفايدة. قال قد عرفتني، قد عرفتني. وكان مالك يقول يا حملة القرآن، ماذا صنع القرآن في قلوبكم؟ إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض، فقد ينزل الغيث من السماء على الحبة في الموضع النتن، فلا يمنع نتن الموضع أن تخرج الحبة خضرة. فأين القرآن من قلوبكم وما صنع القرآن فيكم؟ مالك بن دينار صاحب الكلمة الشهيرة لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لكان العاقل يؤسر الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. وكان يقول لقد خرج أهل الدنيا منها وما ذاقوا أجمل ما فيها، قالوا وما أجمل فيها؟ قال معرفة الله سبحانه وتعالى. فده مالك بن دينار كيف تحول وكيف تاب. قصة الملتزم هي قصة لن تخرج عن هؤلاء، لأن دول جمعوا كل المعاصي اللي ممكن أي شاب بيعملها. لكن ليه أنا ما بلتزمش؟ الإجابات حضرتك دلوقتي في القصة دي. طب إزاي أنا التزمت بس حاسس إن أنا مش ملتزم؟ أنا برضو جاوبتك في القصص ديت. القصص دي بتقول للي مش بيلتزم إمتى هتلتزم وتتوب وتبقى زي الناس دي، وإمتى الشبهات اللي في دماغك تزيح وتتزال لما تشوف الناس دي قبل وبعد بقى وإيه، وإزاي ربنا أكرمهم وإزاي كانت العاقبة للمتقين. أو الملتزم اللي التزم ولسه حاسس إن هو ما التزمش بقى منظر بس، ها هو هذا هو الالتزام، ودي بركته وده فضله. اشتغل بقى جد، سيبك ما يعني ما تغترش بالمظهر واهتم بالايه، بالمخبر ونحو ذلك. فهذه رسالة الثلاثة الكبار، عبد الله بن مبارك والفضيل بن عياض ومالك بن دينار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما قلنا سمعنا. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لكم.